sabah alacağım. شيلوا عالصوت الظنية بدأت هلا شوي كان أم صوت شاب تختار عي عمو أجابه الرحمن الرحيم. نحن الفيلق الثالث في الجيش الوطني الحر. لقد تم بعون الله تعالى اليوم تحرير سلسلة الجبال التي تطل شمالا على قرية دير صوان وجنوبا على قرية عرب وران. دير صوان وعرب وران وسلسلة الجبال صديق بالكامل، لقد تم تحريرها بعون الله تعالى على أيدي أبطال الفيلق الثالث. ونحن بإذن الله متجهون، نحن الآن على الجسر الروماني ونحن متجهون بإذن الله تعالى لفتح الطريق ولوصل الطريق مع الجانب الآخر من الجيش الحر والفيالق الأخرى في الجيش الوطني الحر التي تعمل من جهة عفرين. والنصر آت وما النصر إلا من عند الله.